كنا نعاني من أزمة حبوب جافة، عدس سلوبيا وحمص. إذا تذكرون قبل ما صرا أزمة العدس سلوبيا والحمص قلت لكم راح تصرا أزمة. لماذا؟ لأنه عندي معلومات، عندي معلومات أنه راح تصرا أزمة عدس وحمص سلوبيا. بعدها بشهرين ثلاث شهور صرات ولا تلاشان على العدس سلوبيا والحمص، قلت لكم خبرتكم. لماذا؟ لأنهم وقفوا استيراد العدس سلوبيا والحمص وقال لك جيبها لوايسي برك، والوايسي ما تقدرش. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع وزاري مجلس الوزراء أمر وزير الفلاحة ببيع الحبوب الجافة العدس واللوبيا والحمص للمواطنين مباشرة. قال لهم بيعوا لهم، افتحوا مراكز بيع. وزير الفلاحة أمر وزير الفلاحة السابق اللي مات الله يرحمه حمداني، نظن حمداني الله يرحمه، أمر مدراء فروع ديوان الحبوب الوايسي، قال لهم افتحوا مراكز بيع. واذا كان شفتوا كانوا الناس يديروا لاشين باش يروحوا يشتروا العدس واللوبيا، لكن الحمد لله كان كاين العدس واللوبيا، الدوله ولات تبيع لهم مباشره. ومن بعد الجدرميه استدعاوا معلومات رسميه، الجدرميه استدعاوا مدراء المراكز اللي يبيعوا الحمص واللوبيا، ارواح تبيع في اللوبيا والحمص كش ما عندك جوست كوميرس، كش ما عندك اوتوريزاسيون. قالوا لي من الوزاره. قالوا لا، وزاره التجاره راهي رفعت دعوه قضائيه ضدكم وقال لك بلي وزاره الفلاحه ما عندهاش الحق تبيع، وهذو المراكز ما عندهمش الحق يبيعوا. لماذا؟ لانه ما عندهمش سجل تجاري، ما عندهمش طابع تجاري، هما ما يبيعوش، هما يبيعوا لي غروسيست، ولي غروسيست يبيعوا لي ديتايون يبيعوا. وزاره التجاره رفعت دعوه قضائيه ضد وزاره الفلاحه اللي طلب منهم الرئيس تبون باش يبيعوا. دوك السؤال المطروح، حكومه عبد المجيد تبون قالت لهم بيعوا، وحكومة تبون عبد المجيد اللي هي حكومة وحدة أخرى قالت لهم ما تبيعوش، شكون يحكم في البلاد؟ وزير الفلاحة اللي هو تابع لرئيس الوزراء أو الوزير الأول أمير عبد الرحمن قال لهم بيعوا بناء على أوامر والتعليمات رئيس الجمهورية. يجيهم وزير التجارة يقول لهم ما تبيعوش، ما عندكمش الحق تبيعوا لأنه ما عندكمش سجل تجاري، وهذا يا تابع لحكومة أمير عبد الرحمن اللي تابع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. واحد يسألني بنزدري يقول لي هي عنده الحق ولا ما عندوش؟ عنده الحق. وزير الفلاحة عنده الحق، ووزير التجارة عنده الحق. وزير التجارة لم يخالف القانون، لأنه إحنا القانون يقول لك باش تبيع لازم يكون عندك سجل تجاري. هي وأنت تبيع في اللوبيا والعدس ما عندكش سجل تجاري، باه تبيع بالجوست كوميرس، وراه الجوست كوميرس. إذا وزير التجارة لم يخالف القانون، طبق القانون. ليزانسبكتور تاع وزارة التجارة خدموا خدمتهم. سي محمد تبات فاتح ديبو تبيع في اللوبيا والحمص، اعطيني سجل تجاري، راك تخلص في الضرائب، راك تخلص كذا. اذا ممنوع تبيع، وبالتالي يرسل مراسله رسميه للدرك الوطني يستدعيوا الناس ويحقوا معاهم. والقضيه راهي في العداله، كان نهضر لكم الهضره هذه راهي مش فات، لا راهم في العداله. درك وكيل الجمهوريه يسمعهم، انت وشكون اللي قال لك بيع؟ يا ودي انا قال لي الوزير، الوزير مات، روحوا جيبوه بالقبر ولا وش؟ لكن السؤال، وانا عندي معلومه انه رئيس الجمهوريه اصدر امر لوزير الفلاحه قال له بيعوا للناس، سهلوا الامور. السؤال المطروح، ما هو محل هذا اللي باعوا من الاعراب من القانون؟ القانون يحاسبهم ما يحاسبهمش؟ هذه امور مثل هذه، قرار مجلس الوزراء اعلى من كل القانون، مانيش عارف هذه انت تعرفها. قرار مجلس الوزراء قال لوزير الفلاحه بيع، لكن وزير التجاره قال ما تبيعوش. الادمن راه يقول لي باللي ما قرار مجلس الوزراء اعلى من كل القوانين، هذه ما نعرفهاش، يعرفوها اهل القانون. انا نقول وش على بالي الان. وش حرنا اليوم 26 فيفري 2024، نقول لكم بلي انا داخلين في حيط، لانه راح ندخلوا في ازمه لحوم، راح يولي اللحم ما كانش، وممكن جدا في رمضان راح تنوض ثوره تاع اللحم ما كانش، وبعد رمضان راح تكون عندنا ازمه خضر وفواكه، لأن وزارة التجارة منعت استيراد الخضر والفواكه ومنعت استيراد اللحوم. واحد يقول لي بن زديرة كيفاه منعت استيراد اللحوم؟ قول له والله ماني أنا اللي قلت، بصراحة والله ماني أنا، أنا سمعت وزير الفلاحة وزير التجارة يقول بلي ممنوع استيراد اللحوم. بس خلينا نسمعوا واش راه يقول. افيون تشوفيد لحد الآن ما فيهاش لبس، فيها 1200، سيلي كي ديباس سو بري يتعرض إلى مساءلات قانونية ويدخل في
اطار حكم القانون. كاين فيها متابعه، كاين اللي غلقنا لهم، كاين عدد كبير اللي غلقنا لهم راه عندهم متابعه قضائيه، وكاين اللي سحبت منه كاين اللي سحبت منه الرخصه، وكاين اللي دخلناهم في اطار المضاربه. اذا ما فيش تسامح ان اللحوم هذه الدوله نقصت، نحينا 70% تاع لا دابس يعني القيمه الاضافيه، نحينا لا تيفيا 19%، نحينا 30% تاع دروا الدوان هبطناها ل 5%. اذا السيد رئيس الجمهوريه في قانون الماليه 2024 خذا كل الاجراءات من السماح للمواطن باش يستهلك هذه الماده باسعار معقوله. 1200 دينار سي فري بارتو دون الموند ما كانش السعر مطبق، لكن احنا في الجزائر نحينا يعني على ميزانيه الدوله خذينا دعم هذه الماده. ما يجيش واحد اليوم الشيء اللي مدته الدوله للمواطن باش يستهلكوا باسعار معقوله يجي هو يضارب فيها. لقينا ناس تبيع فيها 1400 دينار 1500 حتى 1700 دينار. لقينا بعض الممارسات للاسف انهم يبيعهم للريستورون، يبيعهم للشوايين، يبيعهم للعراس. اذا هذه الماده ماهيش جايه في هذا الاطار، جايه الى الاستهلاك البشري للعائلات، للعائلات خاصه ذوي الدخل المحدود. هذا هما اذا ما نتسامحوش في هذا الامر. طيب زيتوني والله راه هايل اقسم بالله برب، سلموا لي عليه، قول لهم سلم عليك بالزيره، قال لك نحبك نموت عليك. طيب زيتوني والله راه يخرج واحد الخرجات من الكسب. عجبتني كي قال لهم باللي ايه، قال لهم حنايا اللحوم هذه جبناها للاستهلاك البشري ودعمناها الدوله 70% و60% وكذا استهلاك البشري، بصح هما راهم يبيعوا فيها في المطاعم. احنا جبنا الاستهلاك المحلي، جبناها لاستهلاك البشري، يعني احنا موجه اللحوم بناء على تعليمات فخامه رئيس الجمهوريه، قال جيبوا اللحم للاستهلاك البشري والعائلات ياكلوه وكذا، بصح هما الناس راهم يبيعوا فيه المطاعم اسي ويديروا فيه الشوا وكذا. مطعم يروحوا السبوعه ياكلوا ولا شكون ولا الضبوعه ولا فهمش انا هذا، يعني فهمش انا هذه العقليه تاع هذا الربانيه تاع الوزاره، منين راهم يشوفوا في العقليات هذه، منين راهم يشوفوا هذا الهضره، وين قاريين وين فاهمين وين. حنا اللحم هذا راه موجه للاستهلاك البشري والعائلات، هما يبيعوا فيه المطاعم والشوا وكذا، يبيعوا فيه السبوعه والضبوعه والتماسيح. تسمى احنا فاتح المطاعم يروح فيهم السبوعه ياكلوا التماسيح. ورب الزيتوني والله ورب الزيتوني يا زيتوني. يعني الوزير اللي يجي ينسينا في اللي فات، كرهنا 3 سنين ولا 4 سنين وحنا كارهين مع قسام رزيق اللي لا حليب، أزمة الحليب، أزمة البنان، أزمة الخبز، أزمة الخضار، يعني الشعب عانى معاناة شديدة، عانى معاناة شديدة في فترة وزارة رزيق. راح رزيق الناس قال لك الحمد لله، جاهم واحد اللي نساهم في رزيق، يرحمك يا رزيق. على الأقل رزيق يعرف يهضر، يعبر جملة مفيدة لأنه أستاذ جامعي وخارب لها والديها. هذا يضرك يقول لك أنا مجال اللحام للاستهلاك البشري والعائلات، والناس اللي قالهم يبيعوا في المطاعم والشوى، يبيعوا فيه بالسبوعة والضبوعة والتماسيح. إذا الدولة ما تدعمش، شكون قال لك دعم؟ اطلق رب سحر رب الاقتصاد، افتح رب الباب يا سيدي، خلي الناس تشري، خلي يجيب قسم اللحم بمليون للكيلو ويبيعوا بزوج مليون، ما تسالوا. ها هو المشكل تاعكم، المشكل تاعكم انكم في 2024 تتكلموا على اقتصاد السوق وتتكلموا على انفتاح على العالم الخارجي، ولكن عقليتكم ما زالت عقليه سوق الفلاح، ما زالت عقليه استهلاك او الاقتصاد الموجه. عقليه سوق الفلاح تاع السبعينات والثمانينات ما زالت في عقولكم. حكومه جامده، افتح رب السوق، جيب البنان، جيب الخوخ، جيب اللحم، جيب جيب واش تحب، جيب الفاكهه، جيب الحبوب، افتح السوق، افتح السوق. انت علاش راك داير شاد قسام السوق وتطلق بالقطره وتعطي لوتوريزاسيون؟ هذا يدخل الحليب، هذا يدخل الخوخ، هذا يدخل اللحم، سي نورمال.
لأنه المنطق في الاقتصاد هو إذا قل العرض زاد الطلب، قلت العرض تزيد الطلب، وزيادة الطلب معناتها زيادة الأسعار. إذا أنت أفتح السوق يا أخي، أنت تدير شرط، قال الدولة لا تعطي قروض للمستوردين، أنا ما أعطيكش قرض الحمد لله بمليون دولار باش تروح تجيب لي المكياج، ولا تروح تجيب لي ماكلة تاع البطوطة، ما نعطيكش، أنا ما ندعمكش، جيب بدراهمك وتخلص الضريبة وتخلص الجمارك وبيع كما تحب، اقتصاد السوق. الله يسليك، هنا عندك الحق. لو كان يجيك واحد تاجر مستورد يقول لك أسير الزيق، أنا والله حبيت تروح نجيب الماكلة تاع البطوطة، الماكلة تاع البطوطة حبيت نجيبها وحبيت تعطوني قرض من البنك، هيا نقول اخرج ربا باي، اخرج على الراس تاع والديك قاعد طحان، حنا حاصلين في الخبز والحليب، نعطيك انا كريدي من لابون باش تروح تجيب لي ماكله القطوطه. بصح انا نجيك نقول لك انا عندي 10 ملايين دولار وحاب نجيب الماكله تاع التماسيح، حاب نجيب الماكله تاع الفيران، ثاني دراهم يا ربي كسمه ثاني، حبيت نجيب مكياج، انا حاب نجيب الدبدوب تاع عيد الحب، حبيت نجيب كونتينر تاع الدباديب تاع الحب ونبيعهم، الشيكولا تاع الحب والقرام كسمه ثاني دراهم، نجيبوش نحب. خلص الضريبة، خلص الجمارك، أي حاجة قانونية نخلصها وندخل السلعة ونبيع، ما تسنيش، ما نطلب من عندك قرض، ما تدير فيا مزية، ما ندير فيك مزية. أنا نجيب اللحوم من البرازيل، نجيب من الهند، نجيب تاع عندك شروط قانونية، البيطرة تكونترولي اللحم إذا كان صالح للاستهلاك ومذبوح الشريعة الإسلامية ونظيف، ندخل اللحم ما تسنيش. نبيعوا المطاعم للتماسيح، نبيعوا للسبوعه، نبيعوا للضبوعه، نبيعوا للقطط، نبيعوا للكلاب، نبيعوا للعباد، نبيعوا الخيره المسعوده كسمه ثاني. بصح انت كي تولي داير فيا مزيه وتعطيني توريزاسيون وما تمدليش توريزاسيون باش نجي من الباب لاخر، نمد تحت الطابله اونفلوب وتمدوا لي توريزاسيون، هنا الكارثه، هنا الكارثه، هنا نولوا في منطق اللحوم للاستهلاك البشري ومدوا فيهم المطاعم والعائلات. افتحوا يا عباد ربي، يا عباد ربي طوروا، يا عباد ربي كما قال سلال طوروا، طوروا، افتحوا لنا رب الاقتصاد وافتحوا لنا الدنيا، طوروا، افتح البور، افتح البور، خلي الناس تجيب، خلي الناس تاكل. يا عباد ربي راهو الشعب اذا كان ناض على كرشه راه ما تحبسوش الا القدره الالهيه، خافوا ربي. جاي رمضان وتتحبس اللحمه، هذه ثوره مضاده. هذه ثورة مضادة. جاي رمضان، سمان جاي رمضان، وانت تحبس اللحم تقول حبسنا استيراد اللحوم، وانت على بالك بلي السوق المحلية الجزائرية الخرفان ما كانش. لماذا؟ لأنه الماكلة تاع الخرفان ما كانش، والماكلة تاع الخرفان ما كانش لأنه كاين مشكل في وزارة الفلاحة، الماكلة الراسيون والمايس وكذا تاع الفلاحة، يعني المنظومة كلها فاسدة. المنظومة فاسدة. ربي يقدر الخير. كي تهضرك ما يقول لك الحق من حمود الله يرحمه، واش قال؟ قالوا وعدتونا بغد افضل، رانا في غد تاع خرا الله يرحمه. نفس الشيء انا نقول، وعدتونا بجزائر جديده واقتصاد مفتوح وكذا وكذا وكذا، ما درنا والو، ما درنا والو، يرحمك يا العهد القديم. وللحديث بقيه، اللي عجبوا الحال عجبوا، اللي ما عجبوش الحال يشرب من البحر الابيض المتوسط.